مرحبا مواليد برج الثور، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 11 للاحد 17 تموز يوليو؟ شو في عنا بهذا الاسبوع؟ بالنسبه لكم هذا اسبوع كثير حلو وبعتبره من الاسابيع الجيده مواليد برج الثور. هنالك فرص كثير كبيره عندكم، هنالك مجال لحتى مواليد برج الثور يغيروا وينبسطوا ويفرحوا وينتصروا، خاصه انه بهذا الاسبوع وتحديدا الاربعاء المساء توقيت بيروت عندنا اكتمال للقمر في برج الجدي، فرح بتلاحظوا انه هذا الاسبوع انتم مهايبرين شوي، نشيطين زياده عن اللزوم، وضروري جدا انكم تفرحوا وتساعدوا الناس من حولكم، لانه لما كل الجو من حولكم بيكون جيد تكونوا انتم ايضا مرتاحين. اذا هذا اسبوع مهم وهذا اسبوع ايجابي. الاثنين 11 تموز يوليو حتى الثلاثه 12 تموز يوليو الساعة 12 الظهر توقيت بيروت القمر ببرج القوس. وجود القمر ببرج القوس هو بمثابة تحضيرات وبمثابة إنجازات وبمثابة ركض وتخليص معاملات ويمكن ربط الأمور ببعضها وتواصل مع الناس بطريقة جيدة، فهي فترة كتير منيحة. الشمس بحد ذاتها وجودها في برج السرطان بيساعدكم، وبالتالي بداية الأسبوع لا بأس بها. ومش بس هيك، رح تتحسن الأجواء لأنه الثلاثة عند الساعة 12 الظهر توقيت بيروت الصيفي طبعا القمر بيروح لبرج الجدي، بضل كل الاربعاء 13 تموز يوليو، بيكتمل المساء 11 10 الى ثلث المساء توقيت بيروت، وبيبقى ببرج الجدي حتى الخميس الساعه 11 وربع صباحا توقيت بيروت. اذا فتره وجود القمر في برج الجدي انا بعتبرها افضل فتره في هذا الاسبوع، أكثر فترة فيها حظوظ وأكثر فترة فيها نجاح وأكثر فترة بالنسبة لكم بتحمل انشراح وبتحمل نوع من هم وبيروح عنكم. فيها طبعا ازدهار للشخص يلي ناوي أو بده أو يبحث عن الازدهار، تحمل تقدم، شهرة، نجاح، تطور رائع، تغيير في الحظوظ للأفضل، مفاجآت سارة، ويمكن يحمل أيضا خبر سار بفاجئكم منكم متوقعينه، لأنه أمر مكتمل. هيدي معناتها بالنسبة لكم تكتمل فرحة قد تأتي من جهات، من قبل جهات غريبة أو بعيدة أو يمكن أنتم بتعرفوها أو ما بتعرفوها لكنها إيجابية جدا. إذا هذه هي الفترة الأفضل هذا الأسبوع لحد هلأ. الخميس 11 وربع صباحا توقيت بيروت القمر بيكون ببرج الدلو، بيبقى كل الجمعة، والسبت حتى الساعة 11 وربع صباحا يعني 48 ساعة. ها 48 ساعة القمر ببرج الدلو بيكون بأعلى نقطة عندكم دائرة الفلكية، لكن ما بينخاف عليكم، الشمس موجودة ببرج السرطان فمدعومين وماشي حالكم وكل شيء بتقدروا تزبطوه، شرط انه تكونوا شوي أكثر عم بتسرعوا الأمور، عم تحكوا بالأمور، عم تمشوا مع الأمور، عم بتواكبوها ومش قاعدين ساكتين ومتخبيين وتاركين العالم نوعا ما تهاجمكم أو العالم نوعا ما تزعجكم أو حقكم بيروحوا أنتم ما عم تعملوا شيء، قاعدين مكتفين إيديكم. إذا فترة وجود القمر في برج الدلو هي فترة مهمة، بتشوفوا حالكم تحت الأضواء وبتشوفوا حالكم إنه أنتم محط الأنظار ومطلوب منكم بعض الحركة. ما تخافوا من بعض التوتر، هذا بيمرق، هي فترة عادية مثل كأنه واحد رايح امتحان أو رايح عنده موعد مهم، فحضروا حالكم. السبت 16 من 11 وربع صباحا توقيت بيروت بيروح القمر لبرج الحوت وبيبقى برج الحوت كل يوم الاحد، فتره بالنسبه لكم كثير حلوه. هالمثلث الفلكي المائي بين القمر والشمس بيعطيكم طاقات رائعه، بيعطيكم نجاح، بيعطيكم فرفحه، بيعطيكم من جوا ضحكتكم حلوه، عيونكم عم بتضوي، مبسوطين ومرتاحين وكل شيء تقريبا بيمشي بطريقه جيده، فتره ممتازه. لكن لانه كوكب المريخ موجود ببرجكم كونوا حذرين هالاسبوع، مواليد 24 ل 28 نيسان ابريل. بتمنى للجميع اسبوع جيد جدا، نلتقي مع الابراج اليوميه وايضا الشهريه للمزيد من التفاصيل. باي باي.